السلام عليكم. دلوقتي لو انت شغال على الوورد وقفل من غير ما تسيف وفتحت ما جابلكش الريكفري ومش عارف الملف ده موجود فين، فبكل بساطة ممكن تيجي هنا من فايل وتقول له انفو وتخش على مانج دوكمنت، بدي اختارين ريكفر انسيف دوكمنت وديليت اول انسيف دوكمنت. ديليت هيغلق كل الحاجات اللي الباك اب اللي موجودة هنا، هتبدأ تعمل ريكفر. تمام، هنا انسيف ذا فايل تبدأ تختار اللي انت عايزه وتقول له اوبن، فيبدأ يفتحها لك بالشكل دوت.